تعالوا بقى نروح للرياضة. الخبر اللي جاي ده هيزعل جمهور الزمالك كتير، وأكيد متابعين أنتم على مدار الساعات اللي فاتت قصة انتقال أحمد زيزو لاعب وسط الزمالك لنادي الشباب السعودي. زيزو بيعتبر أفضل لاعبي الدوري المصري دلوقتي وأهم لاعب في الزمالك، وتوصل الاتفاق مع النادي السعودي، لكن الزمالك طلب في البداية 15 مليون دولار لبيعه. الأمور اتغيرت النهاردة، واضح أنه في مستجدات هنعرفها من ضيفي الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير كابتن هاني. كابتن هاني مساء الخير. مساء الفل عليك يا استاذ شبكي، ومساء الفل على كل الساده المشاهدين. طيب قول لنا كده سريعا، يعني 15 مليون ده العرض بتاع نادي الزمالك، ويبدو انه في اخبار تانية جديده. طيب خليني اقول لحضرتك بس في البدايه، الطلبات الرسميه، الطلبات اللي طلبها النادي الزمالك من الشباب السعودي كلها طلبات غير رسميه، طلبات عبر وسطاء. لو الزمالك هيفكر يبيع زيزو مش هيبيعه اقل من 15 مليون دولار، ده اللي كان تم تسريبه. لكن المسؤولين الحقيقيين داخل نادي الزمالك اتكلموا في فكره ان زيزو ليس للبيع، ان زيزو لاعب مهم ولاعب مؤثر داخل نادي الزمالك، لن نستطيع الاستغناء عنه في اللحظه الحاليه. بس في كده انباء، في انباء كده بتقول يعني حتى هذه الساعات انه يعني نادي الزمالك هيبيع زيزو لانه عنده ضائقه ماليه، والكل عارف مشاكل نادي الزمالك. رايك ايه في الانباء دي؟ الضائقه الماليه دي ان هو الزمالك مستني رقم كبير من بيع زيزو، لان لازم رقم كبير جدا عشان يقدر مسؤولين نادي الزمالك يستغنوا عن زيزو. مفيش حضرتك ان المجلس الحالي بيواجه ازمات مع الجماهير نادي الزمالك علشان الاستغناء عن امام عاشور، الاستغناء عن بعض نجوم الفريق، عدم تدعيم الفريق بشكل جيد في بدايه الموسم، والتعاقد مع صفقات لم تكن مؤثره على اداء الفريق، النتائج كمان ما كانتش في افضل حاجه. فدي كلها ازمات بتواجه مجلس اداره نادي الزمالك، فيكمل ده باستغناء عن زيزو او بيعه للشباب السعودي، لازم يكون ده برقم كبير جدا يقدر من خلاله مسؤولي نادي الزمالك في تسويق بيع زيزو اعلاميا على انه الخلاص الوحيد للازمه الماديه اللي بيعاني منها نادي الزمالك، ويقدر يسدد المستحقات سواء للاتحاد الدولي او الاتحاد المصري او طيب يعني انا بتفق معاك جدا يا هاني في كل اللي قلته، بس انا عايزه شويه كواليس حقيقيه نديها كده اخبار للناس، خصوصا محبي الزمالك. وزيزو لاعب مصري، زمالك واهلي الناس بتحبه الحقيقه، ولاعب مميز جدا. يعني قيل انه زيزو قعد مع الشباب السعودي هنا في القاهره، وكان في اتفاق ان هو نفسه يحصل على 3 مليون دولار. الكلام ده يعني مصداقيته ايه؟ جلسه مباشره والكلام ده كله، ما كانش فيه جلسات مباشره مع مسؤولين سعوديين. ده اللي بنقوله لحضرتك ان هو في اتفاق ما بين زيزو وما بين نادي الشباب السعودي على كل تفاصيل التعاقد. دلوقتي زيزو الكواليس بقى زي ما حضرتك عايزه، زيزو حط عقده في المنشار زي ما بنقول. ايه هي بقى العقده في المنشار؟ مسؤول نادي الزمالك احدد لهم طلبات، انتوا عايزين اكمل معاكم، انا ما عنديش مشكله اكمل داخل نادي الزمالك. الاول اخد المقابل المادي او المستحقات المتاخره، تمام، اللي هي ليه عند نادي الزمالك، تمام، تبدو اللعيبه كلها داخل الفريق تاخد مستحقاتها الماليه المتاخره عن الموسم الماضي، تجددوا عقد احمد فتوح ومحمد صبحي. يعني انت بتقصد يا هاني ان هو بيطالب بال 12 مليون جنيه اللي ليه عند الزمالك؟ ما هي دي المستحقات الماليه المتاخره، غير ال 12 مليون هو عايز كمان اللعيبه كمان زمايله في الفريق كلهم ياخدوا مستحقاتهم. فهو زيزو بيطالب بمستحقات اللعيبه يعني، وايضا بمستحقاته. طيب لو تجديد عقد فتوح ومحمد صبحي باعتبارهم من العناصر الاساسيه داخل نادي الزمالك، تمام، علشان يقدر يكمل، لان كمان زيزو عنده تخوف ان هو دلوقتي بقى نجم الفريق، اللاعب اللي الجمهور الزملكاوي حط عليه امال كبيره جدا وامال عريضه في تحقيق البطولات، فهو مش هيقدر يدي لنادي الزمالك او يفيد نادي الزمالك وهو بيلعب مع فريق عنده ازمات سواء ماديه او ازمات فنيه. طيب قول لي يا هاني كده بخبرتك، يعني هل ممكن احنا بعد ساعات نلاقي ان زيزو اتباع بس مثلا ب 6 مليون؟ اتوقع لان كل حاجه في سوق الانتقالات ممكن يبقى اكتر شويه، مش مضمون. ممكن نوصل 10 مليون؟ مش 6 مليون، هم بيحاولوا يوصلوه، يعني هو لو في 8 مليون دولار عرض رسمي اعتقد ان نادي الزمالك هيوافق على بيع احمد فتحي. يعني لو وصل العرض ل 8 مليون هيوافق نادي الزمالك؟
8 مليون دولار ده رقم كبير جدا جدا بالنسبه للانديه المصريه، وكمان بالنسبه للوضع الحالي داخل نادي الزمالك هم مش انتعاشه، ده بمناسبه اللي هو يعني اللي هو قبله الحياه مره اخرى. طيب والزمالك هيعمل ايه في غرامه شيكابالا؟ ما برضو عندنا غرامه لشيكابالا، يعني الزمالك عنده مشاكل كتير. مستني الفلوس عشان يقدر يدفع، لان الزمالك في الوقت الحالي، الزمالك مقدم على قرض 200 مليون جنيه، القرض ده هيتم استغلاله ان هو يدفع من خلاله المستحقات المتاخره للعيبه، يجدد عقد فتوح ومحمد صبحي، ويقدر يدفع مستحقات الجهاز الفني المتاخره ايضا، وهيأجل دفع غرامه شيكابالا اللي هي صالح سبورتنج لشبونه لشهر يناير، عشان مستني غرامه محمود عبد المنعم كهربا ياخدها يسد منها الفلوس، لان يعني الزمالك عنده غرامات عنده غرامات كتيره قوي. طيب يعني ما هو الناس دلوقتي وهي بتسمعنا هتقول طب لو ما اتباعش زيزو الزمالك هيعمل ايه؟ لو ما اتباعش زيزو زي ما بقول لحضرتك كده مفيش صفقات في الصيف، لو الزيزو ما اتباعش الزمالك لن يتعاقد مع اي صفقات في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، واي كلام عن الصفقات هيكون بدايه من شهر يناير المقبل باذن الله. طيب وضع اسوريو ايه؟ هل قبض مكافئاته مرتبه؟ هو ملوش مكافئات، هو ما كسبش حاجه عشان ياخد مكافئات، هو ليه مرتبه، كان ليه 3 شهور مرتب، مسؤولين نادي الزمالك اكدوا ان هم حولوا له شهرين من راتبه، يتبقى له شهر واحد فقط. طيب يبقى انت، طب يعني اديني عنوان اخير كده يا هاني، قول لي عنوان اخير في 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 صفقه زيزو، هل ينجح الزمالك ببيع احمد زيزو الى نادي الشباب السعودي؟ هل ينجح الزمالك في انه يتخطى كل مشاكله من التعثرات الماديه، مشكله شيكابالا، المرتبات، باقي اللعيبه؟ اديني كده عنوان. ما والله ما انا نفسي ادي لحضرتك عنوان، بس احنا دايما اتعودنا على المصداقيه، ان احنا لما بنطلع نتكلم للجمهور بنقول لهم الوضع داخل نادي الزمالك او اي نادي بنتكلم عنه. بنسبه كام في الميه ممكن يتباع زيزو اكتر من 6 مليون؟ النسبه كام؟ بنسبه اكتر من 70%. بنسبه اكتر من 70%، وبنسبه كام في الميه ممكن يقبل الزمالك اقل من 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 الرقم ده؟ لا يعني بنسبه 10%. اذا الزمالك لن يقبل ابدا بيع زيزو. هو العرض المغري، هو الزمالك عشان يبيع زيزو او زيزو شفقي زي ما بقول لحضرتك لازم يبقى عرض مغري، اللي هو عرض غير مسبوق في تاريخ الكره المصريه بالنسبه للاعب مصري، ده لازم ده عشان يقبل، لان زيزو الناس بتتعامل مع زيزو كانه لاعب كوره، لا زيزو هو العمود الفقري اللي نادي الزمالك المفروض هيبني عليه السنتين الجايين فريق زي ما المسؤولين بيتكلموا، فرحيل زيزو ده هيعني ان الفريق تم تفريغه من كل نجومه، وبالتالي اصبح الزمالك مش عنصر جذب ليه. طيب خليني انا معاك، زيزو مهم جدا لنادي الزمالك خصوصا كمان في الوضع الحالي. خليني كلمه اخيره، توقعاتك انت الشخصيه كناقد رياضي وعين على ما يجري في الدوري السعودي وعين على الصفقات، هل ينجح نادي الزمالك في بيع زيزو ويتخطى العقبات؟ يعني ايه اللي بتشوفه؟ طيب توقعاتك انت. هدي لحضرتك مفاجأة على الهواء، مسؤول الشباب شايفين ان الطلبات المالية اللي بيقولها نادي الزمالك طلبات مالية مبالغ فيها، وبالتالي ابتدوا دلوقتي يفتحوا خط مفاوضات مع مسؤولي النادي الاهلي للتعاقد مع بيرسي تاو جناح النادي الاهلي اللي هيكون بديلا لزيزو في الشباب السعودي، لان هم برضه شايفين ان في استغلال للمبالغ الكبيرة اللي بتدفع في المملكة للاعبين، وشايفين ان الارقام دي ما تدفعش في لاعب مصري مع احترامنا الكامل طبعا لقدراته وامكانياته. وهيبقى بكام؟ يعني الرقم الثاني في النادي الاهلي بكام؟ في الاهلي هيبقى بكام؟ اه مش اقل من 5 مليون دولار برضه. طيب لو وصل العرض عند نادي الزمالك 6 مليون هيقبل؟ لا ما اعتقدش هيقبل، لان زي ما بقول لحضرتك هو مش بيتعامل مع زيزو ان هو حاجه، مش مجرد لاعب كره قدم، لان يعني كمان بنأكد للناس ان السنه اللي فاتت الزمالك كان عنده عرض ضخم من الريان القطري لزيزو ورفض ايضا بيها، كان العرض تقريبا 4.5 مليون دولار. طيب تمام، يبقى احنا كده انا هاخد الكلمه الاخيره اللي انت قلتها، بنسبه 70% لو زاد الرقم عن 6 مليون هيتم بيع زيزو الى نادي الشباب السعودي. نتمنى التوفيق، كل التوفيق لنادي الزمالك ولزيزو ايضا، لانه من اهم اللعيبه مش بس في الزمالك ولكن هو لعيب مصري مهم. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، بشكرك شكرا جزيلا، تفضل الكوره كوره.
وتفضل الكرة بكل كواليسها، وخصوصا عندما تكون الكرة في ملعب الزمالك أو في الأهلي، صفقات هنا وهناك. نتمنى كل الخير سواء هنا وهناك، ويكون يعني في خير لنادي الزمالك اللي عنده مشاكل كتيرة يقدر يتخطى.